اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة في مثل يقول لك خليها سمك النهاردة. بس لما نقول خليها سمك النهاردة لازم نخرج عن المألوف. المشوي ردة، السنجاري، الزيت وليمون، الصواني، الحاجات اللي احنا شطار فيها قوي. عايزين جديد يا مغازي، حلو قوي. معانا رنجة وأنا عاشق للرنجة بما إنها طعمها حلو. وبسم الله ما شاء الله عندنا احنا في مصر بتتعمل كويس وبنصدرها وجميله واحنا المصريين شطار في تصنيعها. الرنجه النهارده هقدمها بطريقه جديده، هعملها مشويه بالخضار ونشوف نعملها ازاي في الفرن بطريقه جديده خالص. يتقدم معاها خبزه مشويه او خبزه محمره اللي هو الخبز الصاج، ومعانا سمك فيليه قشر بياض هنعمله النهارده مشوي بالزبده والليمون، ونشوف نقدم الكريمه اللباني معاه ازاي. والاطفال الحلوين دايما يحبوا اطباق المكرونه مع السي فود. انا هعمل مكرونه النهارده شكلها حلزوني كده، يعني تعجب الاولاد الصغيرين. هعملها النهارده بالطماطم والزيتون، هتعجب حضراتكم برضو وطعمها لطيف وجميل. المشروب النهارده بقى بصراحه انا مش لاقي له اسم، فمن خلال شاشه القناه الاولى انا عامل مشروب ما بين البطيخ والصودا كده، قعدت افنن فيه وانا قاعد كده بتغدى. فالنهارده هنعمله مع بعض وعايز مع حضراتكم ألفوا له اسم، ايه المشروب ده من اختراعي يعني، بطيخ وصودا. مش هعمله ازاي الكلام ده نشوفه في تفاصيل الحلقه. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل النهارده، والنهارده خليها سمك، والسمك لما يكون معانا يوم الاربعاء عشان بنحب حضراتكم بنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره بتفاصيلها. تابعوا الشيف المغازي بعد دقائق معدوده وبعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. هستأذن الأستاذة رحاب مقادير المشروب اللي أنا مش لاقي له اسم، ده كان اختراع. قاعد بتغدى امبارح، كنت بتغدى سمك فجنبي بطيخ وصودا، وعايز آخد الاتنين يعني عايز آكلهم الاتنين مع بعض، فأعمل إيه؟ فعملت اختراع وأنا قاعد. تعالوا نشوفه مع بعض كده ونألف له اسم مع بعض عشان نعرف إيه القصة بتاعت الموضوع ده. حلو الكلام؟ طيب المقادير على الشاشة مع بعض: بطيخ، صودا، الكوبايات اللي احنا هنقدم فيها والكاسات اللي احنا هنقدم فيها زي الفل. ونشيل كل ده من هنا عشان المطلوب ان احنا نوسع لنفسينا، ده الطبيعي عشان مطبخنا يبقى رايق. الصودا طالع منين؟ تمام. ونروق الدنيا كده اول باول، ما بحبش الزحمه انا. ايه الكاونتر بتاعي ده مهم جدا عشان هشتغل في حلو، ايا كان بقى الحلو، عصير، هتقطعي بطيخه، هتقطعي شمام، تعملي فروت سلطات، مطبخك يكون رايق ونظيف وايدك معقمه. يعني ايه معقمه يا شيف وانا شغاله في حلاقه؟ يعني مثلا شويه ميه موارد، شويه ميه زهر، عينيا، ده مطلوب منك علشان تقفي في المطبخ. لو بتعملي حلو الحلو بيكرفش منك، ده الطبيعي. اه بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده مع بعض. طيب اول حاجه معانا بطيخه ومعانا صودا ومعانا كمان تلج ومعانا ليمون اخضر. خلي بالك لازم ليمون اخضر، ما ينفعش الليمون الاصفر خالص في الموضوع. حلو. وورق نعناع اخضر بتقطفيه طبعا ويكون معانا في المقادير. حلو الكلام. وتعالوا مع بعض نعمله كده واحنا مع بعض، سبته للاخر عشان نتسلى مع بعض. اه ادي الليمون وادي السكر وادي ورق النعناع الاخضر وادي التلج، ده اللي كان قدام امبارح، ودي الصودا. اه ومعانا شويه كاسات. حلو زي الفل. واحنا مع بعض بنتسلى لغايه لما مخرجنا يقول لي وقتك خلص. حلو الكلام. حلو الكلام. بنجيب طبق حلو زي ده كده. اه عاجبني ده الكريستاله دي. ونجيب سكينه ما عداش عليها لا بصل ولا ثوم بالشكل ده كده، سكينه شفتوها قبل كده؟ اه. وناخد البطيخ ده يا عم الشيف، والله العظيم ده اللي حصل معايا امبارح، واخد البطيخ ده اقطعه كده. المدام بتقول لي بتعمل ايه؟ هو المطبخ وراك وراك وانت قاعد بتاكل حتى؟ اه شفتوا ازاي؟ اه قعدت اقطع في البطيخ كده في قلب الطبق اللي جنبي. اه. اه بس ما كانش فيه لب، ما كانش فيه لب طبعا زي ده كده بالظبط، خلي بالكم. اه. هي بتقطعه لي من غير لب. اه. شفت البطيخه انا بقطع كده، قعدت اعمل كده
والاولاد يتفرجوا عليا. كنت عازم حد حبيبي، قال لي يا شيف مغازي واحنا عدينا على السفره بتمارس هوايتك؟ قلت له اه. هاتوا له سكينه، هاتوا لي تلج. ما كانش النعناع موجود للامانه، فده اضافه مني النهارده. اي انا بتكلم الصراحه، انتوا عارفين ما كانش فيه نعناع اخضر، كان فيه الليمون والتلج والصودا جبناها من الثلاجه والبطيخه قعدت اقطع فيه كده. فانا عايز من حضراتكم للامانه اخترعوا لي اسم للمشروب ده، اه، او للطبق اللي انا بعمله دلوقتي، اه، بطيخ بالشكل ده كده. وليه بتقطعه صغير؟ الكلام ده هقوله في اخر الايه المشروب. حاضر عينيا. بتقطعه صغير ليه؟ هقول الكلام ده دلوقتي حالا. ايه السر في ان انا اقطعه صغير؟ اه كفايه كده، كفايه كده، دول حلوين قوي. تمام، معانا النعناع الاخضر بالشكل ده كده، بلمهم بايدي. دول ورقتين نعناع اخضر، امسكهم كده. ولا بلانشه ولا حاجه بقى، احنا هنجيب بلانشه واحنا قاعدين على السفره. ده النعناع الاخضر على البطيخ، وادي التلج، وحطيت التلج كده السودا بالشكل ده كده. بص بص الجو ده كده، حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها اختراع، فيها خبره طهويه، فيها رؤيه، فيها فن وابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. وما تنسوش تقولوا لي على السوشيال ميديا اسم المشروب اللي انا عملته ده ايه، من ماسبيرو طبعا.